فكلمة لأ مش كلمة عشان نخلص بيها. كلمة لأ كلمة محتاجة نكون مخلصين فيها. مخلصين فيها يعني إيه؟ درسناها قبل ما نقولها. وهي محتاجة حاجة اسمها الحكمة. إن أنت هتحط إيه إمتى وإزاي. لأن إحنا ساعات بنستخدم كلمة لأ وإحنا بنظن إن كده بنحافظ عليه على أولادنا وبنختار لهم الأفضل. كل ما تخليهم هم ممنوعين عن بعض الحاجات دي انت كده بتجنبهم من مخاطر الحقيقه لا لكن في احيان كتيره حتى بشكل غير واعي بتكون بنكون عايزين نحطهم في قالب في نموذج بنتمناه يعني احنا عايزين نحطهم في قالب ما يخرجوش منه مش اننا نخرج منهم احسن ما فيهم ولا اجمل ما فيهم بالطريقه المناسبه ليهم خلينا افكركم ان حضره النبي صلى الله عليه وسلم في أول مشهد بيظهر فيه حضرة النبي إزاي بيتعامل مع كلمة لأ لما أم أنس أرسلت سيدنا أنس إلى الله صلى الله عليه وسلم أرسلت سيدنا أنس إلى الله صلى الله عليه وسلم عشان يتربى يتربى بالممارسة بالمعايشة مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول سيدنا أنس فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته أو لشيء تركته لما تركته يعني هنا حضرة النبي ما استخدمش معاه لأ على الدوام. واضح إن لأ ما كانتش حاضرة في المشهد طول الوقت. وكثر استخدام كلمة لأ على أي شيء بيخلي الكلمة تفقد معناها، مش بس تفقد معناها تتحول إلى معاني أخرى ممكن توصلنا إلى مش بس عكس المراد توصلنا إلى فساد التعامل كله ما بين الآباء والأولاد. لأن هي بتحسسهم بالضيق وكتر القيود اللي بيخليهم يحسوا ان هم مش بني ادمين طبيعيين بيحسوا ان هم اله او لعبه في ايد اللي بيقول لا فبيفهم ده ان هم اول ما يلاقوا فرصه لكسر القيود دي يكسروها ويتمردوا عليها ويعتبروا ان التمرد عليها ده شيء واجب عشان يتخلصوا ويستردوا انسانيتهم ممكن نلاحظ ده واحنا بنقرا حديث سيدنا جابر رضي الله عنه لما قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال له وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مش شايف أن الحياة مبنية على القيود لكن شايف أن الحياة مبنية على الوسع وعشان كده خلي بالكم أن استخدام المفرد في كلمة لأ بيخرج الحياة عن أصل حقيقتها أن الحياة مبنية على الوسع وانت بتحولها إلى حياة مبنية على الضيق أنا عارف أن في حد بيسمعني دلوقتي بيقول لي طيب يعني نسيب أولادنا كده من غير تربية ده مش حقيقي هو مش لازم تقول لا ممكن ممكن توصل الناس الى ان هم بدل ما تبقى لا بتغلق ممكن لا تكون بتفتح. تعالوا نتعلم ان كلمه لا مش كلمه بتتقال في كل وقت على اي شيء. ده اول حاجه لازم نفهمها. لكن في اوقات محدده ومواقف محدده لازم نقول فيها لا. ليه بنستخدم لا؟ ده سؤال لازم نساله لنفسنا. بنستخدمها مش عشان نحميهم وخلاص. ولا عشان نحدد لهم مسار لان على فكره في بعض الاحيان تحديد المسار ده بيكون هو نفسه هو ما اسميه انا تاسيس فكره الهشاشه النفسيه وتاسيس فكره الاعتماديه فاحنا مش عايزينهم يمشوا في مسار بالعافيه فنقول لهم كلمه لا كلمه لا بنقولها عشان نساعد اولادنا ان يكون عندهم خريطه معرفيه بتعبير اسهل وايسر كلمة لأ بنساعد أولادنا على إن هم يكونوا مستقلين ويكونوا قادرين يفكروا تفكير واسع مش تفكير ضيق، إيه ده بس إحنا واخدين إن إحنا بنستخدم لأ دي أنا لما أقول له لأ على ده أنا بتحلو الفرصة إن هو يفت... يعرف إن في نعم لده وده 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 فلازم أنا وبقول له لأ ما يحسش مني إن أنا بسلبه الاختيار لكن لازم يحس إن أنا بفتح له ابواب خيارات جديده عشان يقدر يشوف الحياه من خلالها فهي اللي بتكون العين الخيارات دي بتفتح له عين هي اللي بتكون العين اللي بيشوف فيها الحقيقه على طبيعتها والاشياء على طبيعتها فيقدروا يقيموا الاختيارات دي حواليهم ولذلك هي كلمه معياريه يعني ايه كلمه معياريه يعني كلمه ما بتنفعش تبقى كلمه مجرده بقول لا او بس لا هي كلمة بتعلم أولادنا المعايير، بتساعدهم على اتخاذ القرارات بشكل حكيم. فكلمة لا كلمة جوهرية في الحياة. وأنا ما بحبش تقسيم الحياة إلى نعم ولأ. لأ، في حاجة احتمال تاني واحتمال التجريب، لا نعم ولا لأ، إن إحنا نجرب. لكن هتفضل كلمة لأ كلمة جوهرية ومفتاح أساسي مهم جدا في التربية. ليه؟ لأن إحنا لو ما قلناش كلمة لأ في بعض الأحيان قد نفقد مسؤوليتنا. أدي واحد. مش قد نفقد مسؤوليتنا قد نكون في بعض الأحيان نحاول أن نعوض قصور فينا بأن احنا نشعر أولادنا بأن هم من حقهم يعملوا كل حاجة وما إنسان أبدا من حقه يعمل كل حاجة وساعتها إما يوصلوا إلى التفلت أو يوصلوا للاعتمادية إن أنا عامل مصيبة وأبويا وأب... وأمي هي... هي حاول... هيلموا المصايب اللي أنا عاملها وعشان كده كلمة لا هي جزء من معنى الرعاية اللي اتعلمناه من حضره النبي صلى الله عليه وسلم في كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي بما ان انا مسؤول عن رعيتي فان انا لازم اكون حكيم في الرعايه فاقول كلمه لا عشان اقول لفلان ان انا برشده فكلمه لا كلمه ارشاديه برشد بيها مش كلمه تعجيزيه او كلمه بحاول بيها اسجن اولادي